السلام عليكم، معكم عمر محمود حقي. ويوم التحدي، اليوم تحدينا مين يخلص اسرع حلقة البيبس. بيبسي. طبعا هي حتكون سلسلة في القناة، يعني مين يخلص اسرع مرة بيبسي مرة بيبسي مرة فورتنايت. حياة صعبة إلا بالتقوى. أوكي سو بليز don't you break my heart. بعد ما عرفت التحدي سوف ندخل إلى التحدي مباشرة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بليز، ولا تنسوا شو هيدي مباشرة غير مباشرة. لا تنسوا لحظة بس حركة بيبسي. أوكي، والتحدي كالآتي، وشرحنا خلاص شرحه باسمه. طبعا ما راح يكون في عقاب لانه اصلا هو عقاب نفسه. جهز يا عمر. انني جاهز. اوكي، فكره بيض شت. طبعا كنا حنجيب الكبيره بس استوعبنا انه اصلا حنموت، فخلاص نموت شوي شوي. انطلاق. او ماي جاد. اي فاك. بينفخ بالتم الغزل. اوما وات ذا فاك. اوما What the f... مانا... Oh my shit. لا تقول لا ما بتضحك. لا بتضحك. دونك اخ من نخوري. نفس الكمية. لا لازم نكون قد التحدي. لا اطفى. اشتغل.
أصوات زوبر غريبة. الغازات تنفخ بالتم شعور مشيع. لا فيك يكتر. استسلام؟ استوب. لا لا لحظة. فوك. مش قد الاكشن؟ ما تاكشن هاش. على فكرة نفس الكمية. معنو انت لازم تكون يعني انه اكتر مني لانه انا ما شربت قده. ودي اقول خلاص اسكت اسكتوا. لا تضحك. الوالدة جلد الوالدة. اوكي خلاص بعد ما سوينا الحركة السرية المفروض نشرب يعني اسهل. حركة سرية؟ سؤال الحلقة، في اي مستشفى ممكن نكون؟ مستشفى اوكسفورد؟ مستشفى هارفرد ام مستشفى ايلون ماسك؟ ايوه. لحظه انت عامل بيبسي؟ عامل بيبسي؟ عامل بيبسي والله نصب علينا. اشتري شاورما. بس لحظه يا اخي لحظه. هل في اضرار على الجسم؟ اكيد مان. ممكن مش قد الاكشن. ما تاكشنهاش صح ولا لا؟ لك اسيد ممكن يعني الكرش يتأذى. اذا ارتفع الاسيد بالمعدة فارتفع مضادات الاكسدة في جامعة هارفرد. خلاص شي تخلصها. ايه بس خلاص. لا ستوب ستوب. هذا الحد النهائي خلاص. بس. هوي هون. استسلم. اتغاضى لا ما موت فيه. اوكي والفائز انا طبعا. وات اوكي الخسران لازم يكملها. استسلمت. لو هيك انكفت. طيب فكره العقاب انه اوكي اخيرا فزت في تحدي. بس ما كان في عقاب. لو كان في عقاب كنت انا ما بشرب لهون. بس لانه في عقاب بحت. شو؟ لا انه يعني بالعاده لما يكون في عقاب بخسر لانه انا مسكين وحظي زي وجهك. ما المفروض يكون حلو اذا كان زي وجهي. اوكي اسفين انه ما قدرنا خلص لهم بس كثير صعب. اوكي الى هنا وصلنا نهايه المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك. قولوا حد لله على السلامه انه اكيد في المستشفى هلا. وشوفونا في مستشفى هارفرد. مشفى هارفرد الاعتناء بالامراض الجسيمه. سلام عليكم.